دعاء الخوف. الخوف حالة تعتري الإنسان بطبيعته، والخوف عاطفة من العواطف الإنسانية وله عدة أنواع، ولعلماء النفس تقسيمات كثيرة للخوف، ولكن في النهاية هناك خوف فجائي وهو الفزع، ويقول عندها لا إله إلا الله. أما إذا كان الخوف ملازما كالخوف من الأماكن المغلقة، أو الخوف من الاختلاط بالناس، أو الخوف من الحيوانات أو المرتفعات، فذلك له أولا أن يحس بمعية الله له، وعليه قراءة أذكار يحفظه الله بها، مثل آية الكرسي أو الفلق أو الإخلاص أو الناس، وكذلك قراءة آيات السكينة التي قال فيها ابن القيم أنه جرب هذه الآيات ووجد لها أثرا طيبا. فالقرآن فيه من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله. ومن هذه الآيات الآية 26 من سورة التوبة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الآية الرابعة من سورة الفتح بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. أما الخوف من قوم ما أو من شخص ما فيقول: اللهم أكفينيهم بما شئت. وقد وردت على هذا الدعاء قصة عجيبة في السنة النبوية، وهي قصة غلام آمن بالله فأراد السلطان أن يتخلص منه، فأمر جنده أن يأخذوه إلى جبل عال ويرمي به من فوقه. فلما صعدوا به وهموا أن يرموه، فقال: اللهم أكفينيهم بما شئت، فارتج بهم الجبل وسقطوا ورجع سالما هو. ثم أمر جنده أن يأخذوه إلى عرض البحر فيقذفوه فيه، فقال الغلام: اللهم أكفنيهم بما شئت، فغرقت بهم السفينة ورجع سالما كما كان. ثم أمر جنده، وكان ذلك لشدة إيمان الفتى بقدرة الله ومعيته له، فكن كما كان الغلام.